يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المدرسة المحدة هل لها أن تذهب إلى المدرسة حال الإحداد؟ إذا ما يسمح لها وهي بحاجة إلى النفقة فلا بأس إذا، أما إذا كانت ليست بحاجة إلى النفقة عندها ما يكفيها فلا تذهب إلى المدرسة. ويمكن يعني أنها تأخذ إجازة، يمكن أنها تأخذ إجازة اضطرارية.